المر كل ما يروحونه يضربوا عشان يطلعوا العربات بتاعتهم اللي تغتهم والبطاعة. فانا هنناشد بص الرئيس الداخلية وزير الداخلية ذات نفس خلي عندك ضمير وانزل البيعين يا سيادة الوزير، ما تقعدش في المكتب بتاعك في المكيفات، خلي عندك دين وانزل البيعين شوف البيعين دول اولادك كله يعني مسؤولين منه كمان. اقل بياع معاك اقل بياع انت تدفعوا معاك واخد كليه واخد لصنص ما ينفعش كده قله الادب دي. لازم انت تشوف الدنيا كلها دي وتشوف الحاجات وتشوف البياعين، ما تسيبوناش كده هباء منثور. الناس مش هتعيش، احنا قلنا البلد هتتعز. لازم تاكل الناس، لازم تاكل. خلي عندكم دمير شويه عشان خاطر ربنا والواد ده ما تضيعوش حقه، ولازم يتحقق فين؟ وزير الداخليه لازم يحقق في المشوار ده، ما يسيبهاش ما يسيبش المشوار ده، ورئيس الوزراء لازم نفسه يحقق في المشوار ده، ان المشوار ده كبير. خبط معاه 50 عسكري برطاقه. محمد مرسي، محمد مرسي خلي عندك ضمير وانزل ميدان الجيزه شوف البياعين، شوف لهم حل. احنا مش مملين ان احنا ما شوفناش حل، شوف لنا حل، ودينا حتى الظاهر، ودينا اي حته بس شوف لنا حل، شوف لنا حل. احنا كلنا فاتحين بيوت. يرجع الوقت التخفي خلي في واحد لواء ساعة ما انت ندحت قال خلي محمد مرسي يعني ينفعكم والظباط وهشام نفسه قال لي خلي محمد مرسي ينفعكم. الظابط بتاع المرافق اقعد على اسمه هشام هشام نصر ده جه اول امبارح داس اللي عالفكها برجله بما يرضي الله، والقياده بتاعته ما يعني كده عارفه ان الظابط وكلموه مره واتنين وحابس ناس وظالم ناس. خدت بال سيادتك؟ فده ظابط فردي. لما بقيت القياده محترمه مش عاجبها، يعني بقيت القياده قالتك انت ليه ما كلمتناش؟ جيت ليه ما قلتش ان الظابط ده بيعمل كده؟ والبايعين انا قلت لهم تعالوا ونروح نفضح على مدير الامن الجيزه مكلمه، البايعين ما رضيتش. فده ظابط فردي، ده ظابط فردي، القياده بتاعته مش عاجبها اللي بيحصل. فاحنا بنقول ان ده شاب عنده 26 سنه، ان الظابط اديله بالطلقه في جنبه يبقى لسه في ضغية في البلد، يبقى لسه في ضغية. فالحق بتاع الشاب اللي مات ده عندي مين؟ مين المسؤول ان نطلبه منه؟ ده راجل على الله ومعاكم لحم. ده راجل